بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم كانت زيارتنا للقاعات الامتحانية وسير الامتحانات، شاهدنا الشيء الذي لم نشاهده في الكثير من الجامعات الحكومية، عملية متابعة الطالب وعملية أنه الأداء للطلاب وجلوسهم وكذلك القاعات ومستلزمات القاعات كلها متكاملة. وحقيقة أنه تحدثنا منذ زمن طويل أنه عن هذه الكلية التي قبل أيام أنه وقعت على تحويلها إلى جامعة الكفيل، هذه بشرى لأبناء هذه الجامعة. اليوم بصراحة هذه احنا مطمئنين على هذه الجامعة، كون أنه القائمين عليها هم ممن ينادون بالرصانة ومن ينادون بالضرورة الابتعاد عن الحالات الغير إيجابية. فلذلك اليوم حقيقة زيارتنا كانت مفرحة، كون أن هناك تلاقح ما بين الأفكار والرؤى وما بين التطبيق العملي. فنوفق لكل القائمين على هذه الجامعة وبين أساتذة وإدارة، و ندعو الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لخير العراق والعراقيين. كل هذا متأتي من جهودكم المباركة. شكرا جزيلا سيادة المعالي.